ما حكم الصلاة خلف من يدعو على المنبر غير الله ويشرك بالله علما بأن المساجد الأخرى بعيدة؟ لا تصلي معه ما دام أنه يدعو غير الله ويعلن على المنبر أو في أي مكان، لا تصح الصلاة خلفه لأنه ليس بمسلم، لأن الذي يدعو غير الله مشرك خارج من الإيمان، فلا تصلي معه. إن وجدت من تصلي معه غير هذا الإمام فصلي معه، وإلا صلي وحدك ولا تصلي وراء هذا الإمام.